أكد الدكتور سيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فتح جميع شون القمح بالمحافظة البالغ عددها 8 شون تابعة لبنك التنمية و3 شون وصومعة بالمنطقة الصناعية. وتبع خليل أنه تم توريد 18,600 طن قمح حتى مساء أمس، وأن المساحة التي تم حصدها حتى الآن حوالي 32,000 فدان من إجمالي 45,000 فدان بالمحافظة. مساحة الزراعة عندنا 45,000 فدان تقريبا موزعة على زمام محافظة الإسماعيلية بالكامل. عندنا 8 شون تابعة لبنك التنمية، منهم الشون بنك الأبطال اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وفي 3 شون مصومعة في المنطقة الصناعية. جميع الشون مفتوحة والحمد لله، كانت آخر حاجة الشون الترابية مغلقة من التومين. بتعليمات السيد معالي الوزير رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة تم فتح جميع الشون حتى الترابية، سواء اللي هنا أو استكمال الجزء الترابي في القصاصين تم فتحه. وتعليمات برضو في صوامع أفقية أو مخازن تاني هناجر، 3 في 2 في الفاي في سلطان، 1 في القصاصين برضه تم فتحهم، وجميع التيسيرات وجميع الاماكن المفتوحه بحيث المزارع يلاقي مكان جنبه. لا تزال مشكلة توريد القمح تهيمن على المشهد في كثير من المحافظات. دمياط ليست بعيدة عن ذلك المشهد، فرغم وجود 7 صوامع حكومية فإنها لا تستوعب 50,000 طن من القمح تزرع في 30,000 فدان. لتبرز مجددا فكرة إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الغلال بميناء دمياط، علها تكون حلا لأزمة متفاقمة. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. انتهى الرجل من زراعة حقله بعد عناء 4 أشهر، وها هو الآن يجني ما رواه من عرق وشقاء، يحمل على عاتقه سبل توريد محصول أرضه. الحاج حاتم قضى جل سنوات عمره 70 في أرضه بدمياط، لم يرث من أسلافه إلى أخلافه سوى يد تغرس وطين تركت بصماتها على قسمات وجهه وهي تخرج 13 إردبا من القمح. ما احناش عارفين احنا بنزرعه، وما احناش عارفين الحكومة هتاخده ازاي. احنا نسمع كلام اول السنه يقول لك 420 ونيجي علشان ندرس ونطلع، ما بنحصلش على كلام من ده. ليه بقى؟ التاجر بياخده، ما فيش شون. احنا عايزين الشونه تبقى موجوده في الجمعيه، حمل اودي يا حاج، ولما فلوس تتاخر في الجمعيه اديني بجيب منها كماو وبجيب منها تقاو وبجيب منها جميع الاسمده بتاعتي. مشكلة هذا المزارع وغيره من المزارعين لا تقتصر على مجرد توفير مستلزمات الزراعة، لكنها تتجاوز ذلك إلى ما بعد حصاد المحصول وتوريده إلى تجار يبخسون هؤلاء المزارعين حقوقهم لعدم وجود صوامع كافية، ما يكلف الدولة 43 مليون دولار بحسب إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في دولة هي الأكبر في استيراد القمح. قرية كفر المرابعين بدمياط واحدة من 10 القرى في المحافظة لا يعيش أهلها إلا بالقدر الذي تجود به الأرض عليهم من ثمرها وما عملته أيديهم، غير أن مشكلة استغلال التجار لهم في توريد محصول القمح لم تفلح معها ما أعلنته الحكومة في بداية موسم الحصاد من إنشاء 25 صومعة حديثة في 27 محافظة بسبب إجراءات معقدة يراها المزارعون. إحنا عندنا بيقابلنا معوقات، إحنا عاوزين يرجع التسويق القديم بتاع التعاون وبتاع الزراعة تاني جنب الجمعية، ولكن النهاردة الشونة عشان تجي تفتح طبعا لها نظام ولها وضع، علشان الفلاح او انا علشان اشتري القمح بتاعي يبقى طالع لي 10 ردب ولا 5 ردب اخدهم واروح عند الشون، وده اني واقف انتظر يوم واثنين على البسكول ويغيب ويقول لي لا هات لي روح هات لي الجمعيه الزراعيه هات لي حصر. اجراءات وضعتها الحكومه بعدما اقرت سعر 420 جنيها للاردب خشيه استغلال التجار للسعر الذي يعد اعلى من السعر العالمي. لكن مزارعي المحافظه الساحليه باتوا يراهنون على المشروع الذي اعلنته الدوله مؤخرا في انشاء مركز لوجستي للحبوب والغلال. مركز لا يزال على الورق، غير أن الدراسات الحكومية تقول إنه يمكن مصر التي تتربع على رأس الدول المستوردة للقمح، يمكنها من التحكم في سعره وخلق بيئة حديثة لتخزينه.
احنا بنستهدف في هذا المشروع انشاء مناطق صناعيه متخصصه، حوالي 5 مناطق صناعيه متخصصه، منطقه صناعيه للاقمح للقمح والدقيق والنخاله، منطقه صناعيه لتكرير السكر، منطقه صناعيه لفول الصويا والزيوت، منطقه صناعيه للذره والاعلاف، منطقه صناعيه للمناطق الصناعيه المختلفه. وجوه اصيله لا تطمع سوى في انصاف حقيقي لعملها الدؤوب، عمل لا يأبى إلا أن يرسم ابتسامات راضية على وجوه أصحابه رغم قسوة الحياة عليهم. محمد وحسين أبو عويضة اللي قاسى وانضرب علشان طلب حفنة سنابل رياها كان بالعرق على الجبين. حمام جاهد، تلفزيون النهار.